ماذا سيحدث إذا نظرت إلى الشارع ذات يوم ووجدت مخلوق بدون رأس يقترب منك؟ أو إذا رأيت قلبا يدق أمامك وحده دون وجود أي عضو معه؟ ربما حينها تظن أنك في حلم أو كابوس، وستقوم بفرك أعينك لتفيق من نومك أو لتستعيد وعيك إذا كنت تهلوس. ولكننا اليوم سنكتشف معا أن هذه المخلوقات وهذه الأعضاء لا تتواجد فقط في الكوابيس أو العالم الخيالي، بل إننا ممكن أن نراها في العالم الواقعي، حيث أثبت العلم أن عالم الحيوان يمتلئ بمخلوقات كثيرة تستمر في العيش بعد مماتها. والمرعب أنه من ضمن هذه الحيوانات تتواجد بعض الحيوانات التي نتناولها كطعام في حياتنا، وتتواجد أيضا من ضمنها حيوانات مفترسة. لذا سأقص عليكم في هذا الفيديو قصص مرعبة سيشيب رأسك منها عن هذه الحيوانات. أولا، أودوريدون. لا ينتمي هذا الاسم إلى حيوان غريب ونادر، بل إنه ينتمي إلى طبق ياباني يعرف أيضا باسم الحبار الراقص. عندما تطلب هذا الطبق فمن المفترض أن يأتي إليك حبارا طازجا ميتا بالتأكيد، ولكن ما هو المميز في الحبار الراقص؟ يعتمد الطبق بشكل أساسي عن صويا صوص الذي يقدم معه، ويكون كل شيء طبيعي حتى يتم سكب الصويا صوص التي تجعل الحبار يتحرك وتتلاعب أذرعته كأنه يتراقص. تعجب الكثيرون من هذا الأمر، لكن العلماء والمتخصصون وجدوا تفسيرا لهذه الظاهرة. يرتبط كل هذا بالألياف العصبية لتلك المخلوقات المذهلة، فحتى بعد مماتهم يصدرون ردة فعل لا إرادية نتيجة للصوديوم الموجود في الصويا صوص، وهذا ما يجعل أذرع الحبارة تصدر ردود أفعال عكسية ومضادة للصوديوم، وهي ما تظهر لنا على هيئة رقصات. ثانيا، الأخطبوط. تتواجد هذه الخاصية في أسماك الحبار والأخطبوط، لذا يتواجد في كوريا أيضا طبق شهير جدا لأجزاء الأخطبوط التي تتحرك بمجرد سكب الصويا صوص عليها، لدرجة أن أجزاء الأخطبوط تحاول الهروب من الطبق لتبتعد عن الصويا صوص. والغريب أن الأخطبوط أيضا أن أذرعته تبقى على قيد الحياة بعد مماته، وبالتالي فهي تستمر في الحركة لمدة ساعة بعد مماته حتى وإن تم طهوها. وفي بعض الأحيان يتسبب عدم مضغ أجزاء الأخطبوط جيدا إلى تراقصه في المعدة، وتسبب وعكة كبيرة بداخلها قد تصل أحيانا إلى حد الموت. فقد أثبتت الدراسات أن حوالي 6 أشخاص يموتون نتيجة لتناول هذا الطبق الياباني سنويا. ثالثا، الصرصار. دعونا الآن نبتعد عن الأطباق والطعام قليلا. تتميز حشرة الصرصار بقدرتها على العيش بدون أعضاء وأجهزة أساسية في جسدها لمدة ساعة كاملة. يدعي العلماء أن هذا النوع من الحشرات قادر على البقاء والتحمل الظروف الصعبة حتى وإن كانت قنبلة نووية. وأثبتوا أيضا أن الصرصار الواحد يمكن أن يعيش بدون رأس لمدة تزيد عن أسبوعا كاملا. وقد اكتشف هذا الأمر عالما من سيلفانيا قام بقطع رأس مجموعة من الصراصير الأمريكية تحت الميكروسكوب، ثم ضمد الجرح بشمع طبي ووضع العالم مجموعة الصراصير داخل وعاء زجاجي وظل يراقبهم لمدة 3 أسابيع. وبعد هذه المدة كانت الصراصير على قيد الحياة طوال هذا الوقت. ادعى العلماء أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة أن الخلايا الدموية تجتمع في رقبته وليس رأسه، وأن المخ لديه ليس له نفس الأهمية الموجودة في الجسم البشري. هذا بالإضافة إلى أنه لا يتنفس من فمه أو أنفه مثل الإنسان، بل يتنفس من فتحات صغيرة متواجدة في معدته، ولا يتم التحكم بها من خلال المخ، بل إنها مسيطرة على نفسها بنفسها. ومن ناحية أخرى، يعد النظام الغذائي للصراصير عاملا أساسيا لبقائهم أحياء بعد قطع رؤوسهم، حيث أن تناول الصرصار لوجبة واحدة يكفي لبقائه أسابيع طويلة على قيد الحياة دون أن يتناول طعام آخر. رابعا، الذبابة. أجرى العلماء نفس التجربة على حشرة الذبابة ووجدوا أنها يمكن أن تعيش بدون رأس لمدة أيام قليلة، وفي خلال هذه المدة تتمكن الذبابة من الاستمتاع بحياتها بشكل طبيعي جدا، حيث أنها تمشي أفضل من حياتها الطبيعية برأس عادية. ولكنهم لم يتعرفوا على بعضهم بدون رأس، أي أن الأنثى تتعامل مع الذكر مقطوع رأسه على أنه غريب بالنسبة لها. صرح العلماء أن الذبابة يمكنها أن تعيش بدون رأس نتيجة لبنية جسدها المدهش، فهي تمتلك مخا احتياطيا وبعض الأعضاء الأخرى الهامة في صدرها، لذا تصدر الذبابة ردة فعل انعكاسي تجاه الضوء دون أن تمتلك أعين، وهذا نتيجة لتوفر الخلايا الحسية في الكلى الخاصة بها. خامسا، الضفادع. تعتبر الضفادع من المخلوقات المرعبة التي يمكن أن تعيش دون رأس، وساعدتنا على اكتشاف ذلك شابة متخرجة من كلية العلوم. ووجدت هذه الضفدعة في الغابة بدون رأس، ولكن المفاجأة أنها كانت على قيد الحياة وبشكل مفصل قليلا. كانت هذه الضفدعة بدون أعين أو أنف أو فم أو رقبة، وبالرغم من ذلك
كانت أرجلها تتحرك بشكل طبيعي جدا، حتى أنها كانت تصدر صوتا شبيها جدا بصوت الضفادع الطبيعي. في الحقيقة لم يتوصل العلماء لسبب محدد استمرار بقاء هذا الضفادع على قيد الحياة، ولكن رجحهم أن هذه الحالة تعد طفرة جينية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.